تحولوا لمركز الشرطة ذاك للحكم. هلا بكره الحكم راح نديروا دورية. ما عنديش كاش مشكلة. مواطن عبدي غير دروك شتك اكسيري طيب ما كان لا تلعبها لي مع راسك. السلام عليكم. اروح 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 وين راك رايح؟ مواطن هذا اشتابها كيف هذه والله هذه اشتابها شد له دروك قول لي شو شد له شنو نركبو في الطوموبيل؟ اصبر 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 هذي تسيزا دروك هذو نقدم بيهم هذو ما في زوج يكونوا محتاجينهم انتوما؟ لا هذا الضحية وهذا الخاطف داكو الضحية دروك لقينا عنده سؤال احنا المهم مش عارف المهم انتوما كملوا معاهم انا والزميل الروح الزميل يلاه دقعد الزميل باغي يقول برك هذا هذا اللي لابس الحلم باغي يقول برك بس يحفر لابوليس تاعك فراهم يديروا برك شكون هذا؟ اي القرادي فيكم برك يقعد شي شوف برك انا القرادي فيكم معنا القرادي تفضل معنا مواطن تامن هذا الدم تامن هذا الدم اللي فيه تاعي انا ان شاء الله اخر بركه هاني مجرح شويه ان شاء الله لوبيطال ونجيكم اي الزميلين والله ما انا فيزيك ما الزميل ما انا فيزيك انا راني نزف مواطن ما تلعب هاليش تاع التسحر توقع هذا الصوالح نعرفوه دقيقة الزميل هذا راه باغي يلعب لنا ديك اللعبة تاع التسحر وما على بالي هذا المواطن بالذات نعرفو راني شايفو بزاف المدينة ودقيتها مشاكل شحال من خطرة يجيبوها لنا البوست بوليس مواطن على كنت دير في ذوك الحركات اللا أخلاقية إوا التسحر ما تسحر ما والو راه يدير فيها في العان كي كنت في الطرق إذا كنت تخرج طاني مليح قول له يطلقني ما طلقش نطلقو الزميل اسمعني اسمع ما طلقش نطلقو اصبر اصبر واضح على كنت دير في ذوك الحركات الاخلاقيه اصبر شو زميل دقيقه قبل نكملوا معاه الخدمه صح قبل شو الحيطار مازال قبل الحيطار في يديك من فضلك الي اكتشو اريح نوض مش تتراخر بينا عباك هذي غادي تدعي لها عمرها نورمال عباك بيها هذي كلب عشان اسمعني هانو ذا خليك كيما راك خليك كيما راه اروح يقعد يرشي هنايا صافي لا ماشي يرشي انا ما يرشيش واش بدل له شو ما دير والو قعد غير معايا وصايي غادي ندير واحد العفسه مكلا ديرها ما تحتاجش لهذيك مكلا دير في ديرات احكي سليم معك الشرطي تدخل ديالي لا 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 وش هاد ديالك؟ وعلى صاحبي احنا فوج راندي اعطيني خصت قيادة تاعك داك الشيء اللي قلت لكم وقف احكي سليم صاحبك وروح يا اوكي عمار الشغوار صح اعطيني بطاقة التعريف تاعك قلع بالصحارة قلع روح دور للصحارة اللي راهي هاي نبيع معليش نزلنا مع الاستعداد الزمارة بغينا الدعم هنايا صح اوكي حلنا تشورا مال شوف واش كرافت اصبرك حالك لا مال اصبر انتوما عليكم حبسين شكون اللي حبسكم انتوما؟ الشرطة قال لي احتي راه صاحبك بطراه انت هذا دابر حضارات عليك لا مال اصبر شوف واش حاطه هنايا ايا روح ما كرافت معك والو عرفت معايا والو حضارات اك سير سير لو كان قلبك اش مصيب قلبني ها اك سير سير زنتهم من السيارة فضلك ها حضارات دورنا الطونوبيل طلع يديك مواطن طلع يديك رسمي انت متهم بحيازة اموال قذرة ارفدو ديه بوست بوليس ارفدو
تحقق مع البوست بوليس هذا. كمل مع تحقيق البوست بوليس. افو بال اروع اروع. اصبر اصبر طلب بيتاك هذي ولا تسرقها. كسر ليش راسي بزر طلب بيتاك ولا تسرقها. ما يستعي ما يستعي ما يستعي افو بال. اوكي يكون التحقيق ابا كاشر ورفت سيد ولا مش عارف. دراهم مسخين. ودي ما انا غشتهم قلعت الحقيبه ما بغيتش نكمل. رفض المواسوقه يو والله العظيم شحال من موس هادي ما شفتش انا قلبي يضرني. اي عمره درتي موني لانفونتير تاعو. صور واش راه رافد ودخله في الرابو. لا كلباشات داكور. تقدر تقول لي مين حصلت على الكلباشات؟ هذا امر خاص. امر خاص زميل نحيلو الراديو. قول لي طفي الراديو نحيهو. قول لي طفي الراديو ونحيهو. شو هي طفي الراديو نحيهو لك عندي دو با هي طفي الراديو نحيهو لك. شو قلت لي حضارات منين جبت الليمينات؟ هذا امر خاص. هنا راك في مركز الشرطه باش نفهم. ومن بعد مركز الشرطه. ومن بعد مركز الشرطه لازم تحترف. محترف ايه احترف منين جبت لنا ليمينات. ادي طعم بواحد زميل باش ما نعرفوش. زميل نورمالمون راه رافد كاع هاد الصوالح راه عندها الحبس. واحد سال واحد 200 ساعة ولا ايه هاديك. سمعني سمع هذا كل ما يعاوناش الا ما يعاوناش غادي الحبس ما يخرج منه. هاودي باينه كتشوف الحبس ثاني. شكون ليمينات شكون دبر راسك معاه. طعم بي واحد ما نعرفوش تلاقيته في الطريق قال لك شنو خاصك. قلت له خاصني ليمينات وطعم بي. كيف هذه انت اللي تلاقى معاه تقول له خاصني هذيك وانت ليمينات تدير بها. يا هو اللي جا معليش تخصك ليمينات اش دير بليمينات. يا ودي كيجيو يخطفوني جماعه ولا كيف نتعامل معاهم. صاي ليمينات ممنوع عليك تعرف اللي ليمينات ممنوع عليك كمواطن انت على يا ودي رفتهم كوسيله للحمايه الدفاع عن النفس. كيفاش تحمي روحك بليمينات؟ يا ودي كيجي واحد يكاسيني نعرف ما نكلبشو نقي يديه. تما يجي واحد يهدك بسلاح انت تروح تكلبشو. مش بالسلاح مش بالسلاح. انت من تروح تخطف واحد تكلبشو هو هكا راك تفضح فيه روحك هكا. يا ودي تما طاح تخطف واحد وتكلبشو. يا ودي مخطفتش. صح. ومشا شنو يديروا عندك اليمينوط واش راح دير بهم انت؟ يا ودي عندي بقول لك حامي بي مع روحي. هذا هو الكلام. ما تقدرش تحامي روحك باليمينوط. ما تقدرش تحامي روحك باليمينوط راك تكذب علينا. يعني نكذب خلاص شنو نقول لك انا دوك. هذا هو الكلام تاعي. تما انت راك قابل تدخل للحبس مؤبد. لا مؤبد هذاك سلك خمس عباد والله. وشني مؤبد هذي اكرفد معاك سلاحات لي دخلوا لي حسن لا تخرج منها. معايا اكانا واز معايا لي ميرو ثاني مؤبد. وشني مؤبد هذي هذي ما نسكتش عليها هذي. يا اخاه سحب يا ايش على مؤبد على عربة شوف عمك عربة خلينا مؤبد ما المؤبد. شوف عندك ذو الصوارح ذروة يا تعطيني الصح يا نبعثك ترشا في الحبس. الاموال القذيره منين جبتها؟ اموال القذيره هذه القصه. هذه الصباح كان الشباح يعلمنا برك كيف يعني شغل كيف نكاسيو برك علمنا وشغل بقاو عندي برك. واش ولا شي هذه الشباح هذه الاشباح هذه يا ودي الشباح يا ودي وات
ود اللي قلت لك شبح، انا هذه كلمه معروفه من شي فانتوم جنون ولا ما فهمتش انا. والله ماني عارف شو يهضر هذا، على بالك انا هذاك حيرني. لا زين اني خايف هذا يخدم مع الجنون، هذا جاب لي ربي يخدم مع الجنون. هي شنو بسيكوباث هذا، شو بيك هذه بعد هذا يتعامل مع الجنون بعد بعد. هذا كشرطي انا اصلا عندك اموال قذيره. يعني هاني قلت لك هذه تهمه، واحد اموال قذيره، حمل سلاح ابيض، اثنين ميفك اقفل كلباشات، كلباشات خاصه غير بالشرطه. روك تايا كيف راك تتعامل مع افراد من الشرطه؟ الا تتعامل مع افراد فاسدين من الشرطه غير جبدهم منه. وراح نسيو نخفوا عليك العقوبه. يا ودي عطاهم لي واحد، اني قلت لك شكون شكون؟ يا ودي واحد مول بيام كحل هاك جاي هكذا قلت لك ما خصك هكذا، ولا قلت لك ما عندك ايميل؟ اعطيني اسمه، واحده اعطيني اسمه، ما نعرفش اسمه، ما نعرفوش عقب عليا انا. مواصفات تاعك، شكل لبس، شكل لبس ما باليش. كيف انت كيف ما ماكش عارف شكل لبس؟ كيف تلاقيت بيك؟ طوموا بي عطاهم لي طوموا بي طول كان داير في مين تما. هذا خرج يده من الفيومي فونتوم، هذا الجنون خرج يده من الفيومي دارهم لك في جيبك وراح. هذه ما تخش في العقل. هذا كيف استجم بالله على الباب من بالله من مش عطاك صوالح؟ كيف دار هذا؟ مواطن انا نضرك من الجبهه الامنه كاع، شكون اللي يساعد عندك صوالح حسب مخالفين للقانون؟ احسب له صوالح يدخل الحبس ديريكت. سلاح ابيض واحد يا ودي روح عندي شي وقت. كلباشه ثلاثه، ميفق اقفال وادوات تاع لا كريسيون ولا كاس اربعه. و ها قدرت تحكم عليا؟ اصبر اصبر نحكم عليك. غرامه والسجن، اي عندك غرامه 2500 و6 شهور حبس. اعطيني الاسم تاعك، اعطيني الاسم تاعك سعيد. ما تبقاش تغيرنا في الاخر، اعطيني الاسم تاعك. عمار جاكوار. عمار جاكوار. اعطيني الكارت ناسيونال تاعك، اعطيني الكارت ناسيونال تاعك. اروق الدبته. هاي الهويه. طلع له البي في تاعو برك، نطلع له البي في برك. اسمح لي، هذا راه يخدم مع الجنون، هذا لافو تاعو راه يتبدل من كل جهه. اني شوف اني شوف حلوة. عمار جاكوار صح. طيب شو هيا روح دوك نفري وابر كنت لو قناولي لك ديرك. اصبر اصبر دوك انا متقلقني سينا دوك نزيد لك في ال الريجلة. اعطيك تشيب في الريجلة شي محاولة، زيد له محاولة محاولة رش رش. اوكي تضربت درنا رشوة هنا يا. محاولة رشوة عرفت شو زيد له محاولة. هيا روح زيد 6 سنين عندك اي دوك. شوف حسباني تمسخر معاك انا يا دوك، حسباني نلعبوا هنا. اه شوف هذا يا ودي. هيا اخويا دير واش حبيت يا اخويا، تخلعنا والله. طيب بالك تحسب روك بدات لافو بتخلعني؟ كيف انا خلعك واش كاين؟ انا قدامي تمام صغير على بالك. هاكا هاكا انا قدامي تمام مكوالو على بالك. ما احترم روك، خلينا نحترمو. هذا ما عارف شو كان يدير هذا. كان يضرب فيك. هلا معايا باليش. زيد له الضرب على الشرطة. زيد اعتداء على شرطي. ما انت تكبر على راك دوك. شوف الا ما رشيتكش في الحبس ما سمينيش. زيد له اعتداء على الشرطة. زيد زامي سيد تخرج من سيليونا بلا ما. زيد كيف قابل هني خاف. رياح هنا انت، رياح هنا. اواه اواه تا انت راه خاصك المشاكل، انت تا راه خاصك المشاكل.
السلام عليكم، اسعافكم، هنا معكم الشرطي ميدوزا. يا الاسعاف، كاين مسعفين ولا مكاش؟ مسعفين مكاش. ما قدروش نسافوا حنا، نديرو اسعافات اوليه. ما مش عارف، عندك ما عنديش انا. ممكن نجيب واحد. او جيمي ديكا. وين؟ قال ميديكا واش تاعو حي. يا ودي فصل الله يفصل المشكل. ادخل ادخل ريجل ادخل. اسمع. صار بروبليم مع في الميديك، مدنا انعاشه. ادي نحشو انا، نقول لك نحشو انا. لازم يا ودي ما قداش، لازم ندي هسبيطار. انا نقول لك مكان، لا ماشي تاع شبه، انا نقول لك نحشو. لا لا فهمتني. ايه صرا لكم كاع مشكله قيله. ايه ماشي عندنا قفله تاع انعاش. معليش عدي 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 هرد هرد. هذا لا تروح ما تخدمش، ما يستمشي. لا لا زعما هكا طاح سيوم، لازم تفهم. اه لازم ندي. رفدو رفدو دي دونك اروى اروى تبعني اروى اروى. اوكي هوني رفدو. وي 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 ركبت ركبت وتخرج برا عاود يخرج. دونك لا طلقو شو طلقو سي شو طلقو بالي لا يوجد بالك. أباري لا فصل 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 أغلق عليهم فصل فصل. أصبر شو أصبر أني رفت واقعي. أصبر شو لا 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 مش رفت. لا لا ماك شرفت وموش هنا قاعد فصل. أنا نقول لك شادر، روح لبيطة روح لبيطة تحلل تحلل اللي كيف اللي قريب لوبيتال. اللي رحنا لوبيتال كاين واحد فما تحلل لنا. تحلل لاني سير باللي تحلل. هذه ممنوع على بالك. زميل انا زميله. لا لا ما هذا يا زميل. ها ها عليك بلاصتي عليك بلاصتي. لا 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 حاشا حاشا عارف يا فتك ربي يا ربي يا فتك زعيل 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 انت بلاصتك مع الكلاب واش حاشا حاشا زي ما ضدش معك انت حاشا. هذا راه دوك المينوطي ما تقوليش الحاج عيطيت لي احمد برك. السلام عليكم. انا احمد واش راك؟ يا ربي الله غلب عليك تلعب انت الحمد لله. ما تحتاج عمي احمد؟ اني 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 نحتاج ما نحتاج تحتاج ما تحتاج. ما فهمتش ما فهمتش شنو هذا السؤال والله ما فهمت. كاش ما تحتاج في مقر الشرطه ميراك هنايا. يا ودي ما على بالكش. هبط لي هبط لي سلم عليك هبط لي اني خلاص اني زميل. هبط لي هبط لي هبط لي هبط لي هبط لي يا عمر. مرحبا بي عندكم يا عمري يا عملي يا عملي يا عملي كيوت. كيوت بك تشوف في وجهي كرام محروق. مانيش كيوت انا شوية يعني ارمع بس انا كيوت. هذا هذا اللي بوسو يولي مش غير كيوت يا حار. ما تخوفنيش لا بغيت ربي. اصبر انا جاي نسلح روحي. يا واش معنا شرطي هذا الحاج؟ وي انا شرطي. اصبر اصبر وقيله دقت لك وقيله لا وقيله شحال بغيت نعرف واش النوع تاع الشرطه. نص بوليسي اسكو نص بوليسي برك. لا لا بغيت نعرف اسكو انت من الشرطه الاعلى ولا من الشرطه السفلى؟ انا مازال ما لحقش مي با السفلى يا جدك. انا نهضروا الحقيقه الحقيقه نورمالمون عندك ليكسبيريونس عندك كلشي تاع نورمالمون انت اللي راك فوق كلشي. عندي الراس برك عندي الراس. ها ها تما انت هو المختار. غي ها لا لا ماشي ماشي المخ ماشي المخ ماشي نخبط نخبط الراس. هذا ما يضربش الكرش قال لك نضرب لتحت الكرش بعد. يا حليم اي والله ما يلحقش الله غالب. هذا كون يضربك بالدماغ كيفاه كون يضربك بالدماغ كيفاه. المستقبل راح بذاك الشيء دايما الله ما يقول لك ماشي تتحرق وجهك.
راح وجهك. لا لا انا صاي وجهي راه محروق خلوني ترونكي. طابس طابس زحتك بدماك طاب. لا 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 وجهي راه محروق يا بغيت وربي. واش حرق لك وجهك؟ راه طردقت عليا بومبا البارح. يا سلام وجهك. سلام راسك. هذا الزميل هذا اللي معانا البارح ما سلكناش ومن بعد في لافين سلكنا. شكون زعما معاك سلككمش؟ ادت لكم الاستقلال البارح وتقول لي ما سلكتكمش؟ الاولى ما سلكتناش ومن بعد سلكتنا وكل البارح. واش صرا واش صرا البارح؟ انا ما كنتش. دارونا مدابه في بقاله. الارهاب صدم علينا هنا البوسبول. كان سرقه بقاله شرطه كنت وجهه. طال حمامك لا تروح راه سيد وبلا ماسك شفوا عليه برك. لا راه وشو كفن داير او داير دفيرات حمورة وعنده وشو بخنفر شفي تعي. ما انا قدرش يا الشيخ مصباح وانا نجي لك رمزل نطلع حتى للدار نجي لي وانا راح نجيب الكارتان عاود نولي. الله غالبا مواطن مش حنديرو لك احنا قانون فوق الجميع. قانون لا يحمي المغفلين. شكون اللي راه يهدر هذا؟ انا صبرت صوتي اصبر. كيفاش غادي اسمع اسمع اصبر دقيقه دقيقه. هذا حاج كبير. اسمع راك حابني كلب كلبشك ولا كيف دخلك الحبس؟ كلبشني واش نعم انا نعم انا نعم انا نعم انا نعم. وليد من انت وليد من؟ من؟ شحال في عمرك؟ ياهو اي واش بيك تضرب بها البوليسي او يضرب فيا انا البوليسي وما بلاش انا بوليسي. هذا بوي كبير ما فا شكوى على القزم هذا. يا حسرة قل له قزم حبيبك هذا بوي كبير والله غير احتياط. اصبر اصبر خليني 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 برك نفرغ شويه ضعيفي. انت والبوطه هذا شكون اللي طويل شكون اللي طويل انت والبوطه؟ انا والله غير انا اشوفها والله غير انا شرطه روح دقيقه روح اسمح لي تشوف بي ما تسمح لي اروحنا. يا واش درت؟ الشاف شرطي هبطل تحت السيلو نعطيه اهانة شرطي. كالمي 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 روحك كالمي روحك كالمي روحك كالمي روحك كالمي روحك اروح ربي. ما تخافش ما تخافش من الحاجة ربي يجي يطلب واحد من الدول. هاني جاني جاني جاي باي يطلب سمح منك. يا خلاص خلاص يا اوكي. جماعة سرقة بقالة واش درنا فيها؟ جماعة سرقة بقالة سرقة سرقة بقالة ترك فور المكان جهزوا رواحتكم وراحوا بأسرع سرعة. معليش روح سلمت عليه برك يا مواطن. اها انا جبت لك انا جبت لك عمي حميمه قلت كيما قلت لي طلب منه سمحنا طريقك. انا راني اسمع واش راك لاباس؟ والله غير لاباس الحمد لله. وانت راسك هنا راني في حزين كي راني نشوف فيك مور مور اسمي دوماج. راني راني في السيلون. اها راني اسمع غنطلب منك السماح هنايا ما عم باليش بلي عم بالي طفل صغير برك ما عم باليش كون بلي بوليس. الشرط الاول وي انا عم الغير الشرط الثاني قول حاجة اللي حبيب دك ندير لك كلش. ما تعطيش الشيخ ما تعطيش الحاج ما تعطيش الشيباني ما تعطيش عمي عيط لي حميمد. اي خلاص حميمد الشرط الثالث عيط لك سي حميمد معليش. اي والله اي مليحة 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 هيا خلاص اني اني قبلت اني قبلت اني قبلت نطلق صراحه وعمي حميمه سيبو سيبو انا حليت له انا حليت له. هيا روح معايا اسلم نسلم على راسك نسلم على راسك الحج اروح. ربي يحفظك ربي يحفظك صح 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 ربي يحفظك ربي يحفظك صح صح ديك يخرجك واش ما تخافش من على 3 ايام يخرجوا لك حبه في في شواربك بس كفايه واش راك تعرفني ما تخافش ما تخافش يروحوا الزملاء وراكم. انا ندير حق البقاله ندير حق البقاله ناس ملاح حميمد هذا سي حميمد صبورا يلتاني تخبرك بحميمد راح ندير واحد كانوا دائما يبافون انا للحبس جامس اوكي وراكو يعني هنا
كي جيت انت انطلقون انطلعين او ما هو حدا كي عاد القضية سيئة يعني انت تقتل واحد تقول لي نسامحك ولا كيف واش حميمة لا كي حقروني برك حقروني صباح حميمة داك ملاه ما غير لاباس الحمد لله وانت راك مليح الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله ماشي كاين هذا موفي دخلني واش كاين هذا موفي دخلني للحبس ما دخلوا الحبس قول له ما يزيش يعاود مواطن ما عندك والو بوست بوليس هذا زميل هذا واش دار دار اهانه للسي حميمت اي دخلنا الحبس اي طلب منه السماحه اي طلقنا هذا ما يا خلاص سيبو خدمه الله ما على بالي ما كانش الوزير دوك شي يعاود ولا كيجي الوالد روح نخدمه ابراهيموفيتش